Yeah, okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يعني في المداخلة هذه يعني نحاول يعني نتكلم على السؤال اللي يتكلم عليه الدكتور الكندي. فالجواب هو نعم. Yes, يعني we can. لكن فيها a big but. لكن الشيء الأول يعني فيها حاجات اللي هي يعني requirements أو كيف نسمي requirement يعني الحاجات اللازمة حتى يقبل يعني الطلاب الجزائريين والأساتذة والباحثين في الجزائر وغيرهم حتى يعني أصحاب البزنس يعني يقدروا يديروا يعني في يكونوا أرواحهم يكونوا أنفسهم يزيدوا يطوروا في العلم نتاعهم وفي الخبرات نتاعهم. فراح نتكلم إن شاء الله على بعض النقط المهمة في هذا المجال. الشيء الأول هو يعني to redefine and rebuild the Algerian university system. يعني إعادة بناء الجامعات والنظام الجامعي في الجزائر. لأنه هذا الجامعة تلعب دور كبير يعني في تطور الإنسان وفي تطور البلدان. ففي النقطة هذه الجامعة هي كذلك هي يعني جوهر كل المؤسسات في أي دولة. أوكي؟ فالصورة دي اللي تشوفوا فيها هي صورة الـ MIT يعني الـ Engineering Library اللي تشوفوها. وقدام هذا المكتبة هي the Great Court. والجامعة في آخر الأمر هي يعني اللي تخلق يعني الزعماء the leaders هي اللي يعني to educate people يعني تخرج ناس اللي هم مثقفين وعندهم علم وخبرة هي اللي تعطي ثقافة للإنسان وهي يعني اللي تخلق المجتمع وتكون يعني محرك it's like an engine يعني for society وكذلك يعني تعمل النمو والتطوير متاع العلم متاع العلم والمعرفة وثاني يعني تساعد على باش يكون يعني الثقافة والأصلية متاع الإنسان متاع المواطنين يعني تكون في هذا يعني في ازدهار وتقدم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو ثاني كذلك إعادة بناء ورفع المستوى من كل المدارس يعني احنا نسموه يعني التربية المدنية أو التربية الوطنية من بداية من البرايمري سكول حتى الهاي سكول من الابتدائي حتى الثانوي. وهذا الشرط الثاني لازم لأنه السكسس يعني نجاح الجامعات يعني مبني depends على standards بتاع schools. إذا كانوا المدارس يعني ما هوش في المستوى الجامعة مش راح تكون في المستوى. ولازم يعني استثمار كبير يعني في هذا في التعليم وخاصة كما قلت يعني في primary school والsecondary school يعني الابتدائي حتى الثانوي. لأنه هذه الجامعة راح تلعب يعني دور كبير. الجامعة راح يكون عندها مشاكل كبرى إذا كانوا المدارس يعني ضعيفة. If the schools are weak, then the universities will be weak in the end, يعني most likely. وفي آخر الأمر حتى الدولة يعني تكون عندها مشاكل أكثر من ذلك. الشرط الثالث هو بناء هذا الإيكو سيستم في أهداف معينة مثلا في الماء أو في الطاقة أو في التعليم أو في حاجة من هذا النوع. وهذا الإيكو سيستم يعني مهم جدا وفيه يعني البارتنرشيبس في الإيكو سيستم يعني الناس اللي نتشارك معهم يعني لازم يكونوا في المستوى العالي. أوكي يعني ما لازمش الإنسان يخلي يعني فرصة للرداءة إذا كان يعني إنسان أو مؤسسة
ما تديرش يعني البارتنرشيب يعني الشركه معهم، ما لازمش يكون يعني هذا الرديء حتى في كيف نسمي في شاشه الرادار اوكي، ما يكونش قاعد ما يكونش قاعد موجود اوكي. هذه بتنجح هذه الايكو سيستمز مع الـ مع البارتنرز ولا تعمل المشتركه يكونوا في قمه الفوق، حتى الانسان يطلع من مستوى الانسان، يطلع من مستوى الشركات، من مستوى الجامعات، كل المستويات تطلع فيها. وهذا وش الجامعات يديروا، هذا وش الدول يديروا، هذا وش يديروا الشركات في العالم. نعطوا يعني مثال بسيط على مستوى الجامعه، تلقى في الجامعه انه الجامعات اللي هي ناجحه كما الام اي تي، يعني كل المشاريع كل النشاطات يعني مبنيه على مساعده الطلبه والاساتذه كلها اوكي. مثلا تلقى الستاج يعني الانترنشيبس ولا البليسمنت اوف ستودنتس، كيف تربط يعني الجامعه مع الصناعه والشركات داخل في امريكا وخارج امريكا. كل نشاطات كثيره، لكن كل النشاطات هذيك متوجهه للطلبه للاساتذه، لانه الطلبه والاساتذه هم جوهر الجامعه اوكي. اذا هذا الشيء ماهوش مفهوم، يعني هذا المايند سيت، هذا التفكير هذا يعني. اذا ماهوش مفهوم في المستوى تاع الجامعه، ولا ماهوش مفهوم يعني في مستوى الوزارات مثلا، سو يعني النجاح مش راح يكون. متاكد من هذا الشيء، الا اذا كان يعني قدره الهيه، هذا الشيء اخر. في مثلا في الام اي تي فيها يعني شركه يعني هذا البارتنرشيبس ولا شراكات يعني مع تشارك مع جامعات، مثلا جامعه الملك فهد في السعوديه للمياه والطاقات المتجدده، بناء جامعه كلها سكولتك في موسكو في راشا كلها بالبرامج نتاعهم تاع البحث نتاع التعليم، والشراكه مع الشركات اللي هي في المستوى اي بي ام وغيرها. تدير شراكه مع اي شركه اللي هي رديئه ولا ما عندها خبره ولا من هذا النوع. الشركه هذه البارتنرشيب حتى مع الدول، كان في الام اي تي للان يعني شركه كبيره مع دوله سنغافوره حتى تطور يعني في الاقتصاد المبني على التعرفه المعرفه والتعليم والشركات كلها يعني كيف داخله في هذه النظام. كل الاشياء هذه نتاع البارتنرشيب والشركات عندها الاهداف نتاعها اللي هي واضحه من هذا النوع. وشركات ثانية كذلك مع الريسيرش سنترز اوكي، مثلا كاكس هذه مدينة الملك عبد العزيز للتقنيات والعلوم في الرياض، يعني الشركة هذه تجمع كلها من هذا النوع، كما قلت targeted يعني with targeted objectives، يعني أهداف معينة وباينة. يعني حتى الإنسان تعطي يعني تكون عنده رؤية في الإيكو سيستم اللي حول MIT. MIT ما تقدرش تخدم غير وحدها اوكي، لكن جامعه ولا اي شركه حتى دوله ما تقدرش تكون يعني منعزله لوحدها. يعني هذه كل هذه الشركات اللي هي يعني جانب الام اي تي من جوجل المايكروسوفت الابل فيسبوك الاكاماي، وكان شركات كثيره اللي هي في البايو تكنولوجي، حتى بوسطن كانت مسميه بين تاون، بين على احنا نسموها اللوبيا، لانه عندها يعني طبخه مشهوره هنا في بوسطن ونواحيها. لكن من عده سنوات كاين كثير من الشركات اللي هم متخصصين في البايو تكنولوجي، فالان بوسطن ماهيش بين تاون لكن سمينها جين تاون على الجينات، جين تاون اوكي. فهذا يمكن فيها شيء اخر على البارتنرشيبس هذه اظن تكلمت عليها هذه تعاودت هذه. والشيء الاخير هو يعني نركزوا على المهارات اللي هي مهمه في 21st century في هذا القرن 21،
كل جامعات كل شركات كل مؤسسات الحكومية كلنا لازم نكون في اتجاه واحد. أوكي؟ فالآن إذا كان الإنسان يقدر يدير هذه الحاجات ويتعلم بالمستوى الملائم وهو في الجزائر الله يبارك فيه. إذا ما كاش يعني تدخل فيها كل هذه النشاطات اللي هي مع 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 الشركات ومؤسسات يعني من خارج. وهذه السكيلز يعني هذه المهارات يعني راهي معروفة يعني كاين يعني الثري كاتيجوريز يعني كيف نسمي يعني ثلاث قاعدة قواعد يعني واحدة على الفاونديشن يعني الحاجات الأساسية الإنسان يحتاجها حتى يخدم يعني في الحاجات نتاعو العادية في كل يوم. والشيء الثاني هو على المهارات حتى الإنسان يكون قادر يواجه ويحل يعني المشاكل اللي هي معقدة complex problems. والشيء الثالث هو على الكاركتر يعني qualities نتاع الإنسان من adaptability يعني كيف يتكيف مع بيئات مختلفة على السوشيال يعني الحاجات الاجتماعية حاجات أخرى. والMIT زادت يعني لهذه الأشياء true values يعني هي القيم الحقيقية الإنسان يكون يعني صادق يكون يعني كل هذه الأخلاق اللي إحنا يعني إن كيف نسمي نأكد عليها في التربية متعنا في الدين وفي الأصل متعنا في الجزائر. يعني هذه هي يعني الأشياء المهمة. فأشكركم يعني قبل ما يعني نكمل حبيت يعني نعطي رسالة للطلبة والباحثين الجزائريين الشباب يعني أنه الآن يعني في مجموعة من الزملاء والزميلات يعني نشتغلوا على بلاتفورم ولا نتورك اللي هو الهدف بتاعه لمساعدة الطلاب ولمساعدة الشباب الجزائريين يعني في أشغالهم في يعني نجاوب على الأسئلة تحكم يعني خاصة الأسئلة التقنية نعطوا يمكن آراء ولا أدفايس ونساعدهم حتى في الثيسيس وركس يعني في الأبحاث تحهم وكذلك في البروفيشنال ديفلوبمنت يعني في التطور النفسي للواحد. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.